بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض الـ Only Child. هاجي حط paragraph tag وأقول جواه مثلا test. أعمل refresh اشتغل معه. هاجي هنا أقوله be only child. بعد كده هحط background لونها مثلا أحمر. refresh اشتغل معايا كل سهولة. طيب لو كررت أنا عملت refresh إيه اللي حصل؟ اتمنع. لكن لو أنا جيت هنا عملت dev واشتغلت عليه على الباراجراف هيجيب اخر تشايلد في الصفحة. طيب لو جينا نفذنا على الديف مش هيشتغل لان احنا عارفين ان الاونلي تشايلد او عموما للتشايلد لازم نتعامل معاه بالتايب. لو جينا قلنا اونلي اوف تايب ريفرش ايه اللي حصل؟ اشتغل معي. اذا فكرة الاونلي تشايلد هي بتتعامل فقط مع الchildren تاج مش البيرنت تاج. يعني هو بيعتبر الديف parent tag فبالتالي هو شايف ان الباراجراف children tag. فلو عايز تعمل مع الديف تعمل معاه بال of type. شكرا. سلام عليكم.